يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن، يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بوليس؟ انا مش رايح جوانا يا بابا، ويحصل اللي يحصل، الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر، لمؤاخذه يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جراد واقف إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلاً. مروحة؟ أيوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا هعرف أفواه وأروقه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال الشيخ حسن العطار بنفسه؟ الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. قال لي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله، ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. آسف يا مولانا، أنا آسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا، إنما الإخوة في المسجد لما عرفوا إنك أنت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع إلا أنت يا مولانا. عايزيني أنا أديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك، ومين غيرك أنت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد أخباره إيه؟ عامل إيه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جت له المروحة تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفل ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بوليس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام. رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلقت اللحية، الزباين انقطعت. المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهاردة بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، أصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحدة ست قوية ومستبدة، عاوز يعلمها الأدب، يعمل إيه؟ الدين بيقول إيه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. أحب حاجة على قلبه. اضربوهن. لا، شديدة وقوية، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزة فتوى، اللي زي دي عايزة تروح النيابة. الله أكبر، الله أكبر، مش عارف، الله أكبر، مش عارف، الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي، فاتوا سن الجواز، والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام، والشيطان شاطر. ما أنت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا، دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ أيوه، الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابه، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، ابعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معاها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا برعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قعد. يلا مع السلامه. خش يا نات. عنات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى بتفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفها سبعه. سبعة؟ أمال بشوفها يرد إزاي؟ دخت بخليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولية، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ آه. وما عملش حاجة؟ الشفاء على إيديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. ارفع أحلامك يا عم، ابعد البتاعة دي عني. أنا أحلامك إيه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. أنا خلف واحد واحد. واحد واحد، ما ينفعش الأرجال اللي انتوا عاملينها دي. يا جماعة اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجالة دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلعوا له دول. يا عم الحاج، الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الولية مراتي ما هتخلفش غير بنات، وأنا نفسي في واد. يعني هي الوزة والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمرة 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم،
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أنت حسن عطار؟ أيوه. فاضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، أصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جرية أم عماد. الله. عماد. عماد أنت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات أمك يا عماد. حاضر. عماد أمك. حاضر. زينات تبقى أمك. حاضر. أنا مش هغيب، أنا شوية وجاي على طول. هو في إيه يا باشا؟ أنتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاعي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار.